اهلا بحضراتكم من جديد، واسمحوا لي في مستهل هذه الحلقه ارحب بفضل الشيخ محمد رضا من علماء الازهر والاوقاف. فضل الشيخ محمد اهلا بيك. اهلا بك. يعني الحمد لله ان يسر للناس ويسر لاهل الخير ان يسارعوا في عمل او فيما وصلنا اليه او وصل اليه حال مسجد الفاروق اللي بنشوفه في التقارير معانا. ولكن خليني قبل ما ادخل على مسجد الفاروق اتكلم على يعني ان على الوسطية الاسلام الوسط الجميل او وسطية الاسلام، يعني وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني هذه الوسطية اللي هي دايما يقول لك ايه، كل فضيلة وسط بين رذيلتين. نعم. كل فضيلة وسط بين، فجميل، فمعنى ان تكون مسلما ان تسير في طريق الفضائل. نعم. ولا تتطرف لا يمنة ولا يسرى، لا افراط ولا تفريط. نعم. يعني مزيد من الفهم، مزيد من تفسير هذه المعاني. احمد الحق تبارك وتعالى واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد. اولا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم علمنا في كثير من المواقف الوسطية والهدوء، لأن لا يتشدد إلا إنسان بعيد عن فهمه للدين. يعني الطرفين تشدد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. فالإنسان لما يجي يتشدد دايما كده، حتى احنا بندرس لأبنائنا في الدعوة الإسلامية، كان نقول لهم يجب أن يضع الإنسان نفسه في مكان الرجل الذي يسأله. أما يجي حد يسألك حط نفسك مكانه، يعني عشان ما تتشددش عليه حضرتك. ففي أي أمر من الأمور الإنسان المسلم يجب أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، افعل ولا حرج، تقدم افعل ولا حرج. ده في الحج افعل ولا حرج. طب لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يجي ييسر لنا ويقول لك افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، وانت تيجي واحنا نجي نقول حرام، ما ينفعش، ازاي جبت منين؟ احنا عندنا أصول وثوابت، عندنا قرآن وسنة، وعندنا منهج الأزهر الشريف قائم على هذا المنهج، ونحن لا نخالف لا كتاب ولا سنة. طبعا خدت بالك، والأصل في الأشياء الإباحة. ايوه خدت بال حضرتك، الحل بالظبط طالما ما فيش نص بيقيد. خدت بالك. طب انا فين من الكلام ده كمسلم؟ المفروض الإنسان يكون سلس، ميسر، مبشر زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أما كان يبتسم وما كان لا ينزع يده من يد أحد حتى ينزعه هو أول، ويكون كده لطيف مع الناس كلها وجميل مع الناس كلها وحلو مع الناس كلها. إحنا ليه ما نبقاش كده؟ ليه ما نكونش إحنا كمسلمين كده؟ شوف الميزان بتاع سيدنا النبي، ما خير بين أمرين إلا وقال رئيسهما ما لم يكن إثما. نعم. شوف الميزان عند سيدنا النبي، ما خير بين أمرين. نعم. إلا اختار أيسرهما. نعم. ما لم يكن إثما. طب ليه احنا عندنا فيه كبشرية عندنا اختلافات وعندنا دايما بيننا وبين بعض فيه فروجات فروق فرضية، فروق فرضية كثيرة، فروق وتباين، في تباين بين الطبائع، بين السلوكيات، وفي في الفروق الفردية ديت بيحصل ان في واحد عنده تحمل وواحد ما عندوش. طبعا خدت لحضرتك. طب سيدنا النبي ما كان يتحمل اي شيء، صح ولا لا؟ لكن طب هو بيختار الايسر ليه؟ ما انا بس انت احنا واخدين مع بعضنا. أيوة. كده بنفتح لبعض. الله. ما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهم. ليه بيختار الايسر ليه؟ علشان اللي عنده اللي اقل منه في التحمل يتحمل،